تواصلت مع الطبيب الأردني الدكتور أسامة حامد استشاري جراحة الجهاز الهضمي والكبد، وهو من ضمن الفريق التطوعي الموجود في مشفى الخدمة العامة في مدينة غزة، وسألته عن الوضع الصحي في مدينة غزة وشمالها ومشاهداته على الأرض. يتم الدخول عن طريق الأردن، ومن ثم جسر الملكسين، ومن ثم معبر كرم أبو سالم، ومن ثم دخلنا على منطقة الوسطى في غزة اللي هي دير البلح، ومن ثم تم التنسيق لنا عشان ندخل إلى شمال غزة. الفريق تبعنا يتكون من 5 أفراد، جراحين 2 وطبيب تخدير وممرضين عملية. كيف تصف الوضع الصحي اليوم في شمال قطاع غزة؟ الوضع كارثي جدا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هناك نقص شديد جدا في الأطباء لعدة أسباب، منها النزوح للجنوب، ومنها الخروج خارج قطاع غزة، ومنها ما تم استشهاد كوادر صحية، أو منها ما تم اعتقاله من كوادر صحية. وأيضا هناك نقص شديد جدا في المستلزمات الطبية بسبب تدمير عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة وتدمير المخازن التابعة لها. وأشهر المستشفيات في شمال غزة هو مستشفى الشفاء الذي تم تدميره وحرقه بشكل كامل مع محتوياته من مخازن وأدوية ومستلزمات طبية. ماذا شهدتم من حالات لم تكن لتحدث لولا نقص المساعدات ونقص الكوادر الطبية اليوم في غزة؟ هذا الحكي يعني كثير من حالات الجرحى والإصابات وحتى الأمراض اللي ليس لها علاقة بالحوادث والطوارئ، عدم القدرة على التعامل مع الكثير من الحالات والإصابات والأمراض المزمنة الموجودة في شمال القطاع، اللي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة إصابات بسيطة. أضرب لك مثل، لا يوجد هناك ولا طبيب جراحة أطفال موجود الآن في شمال قطاع غزة. عندك 800,000 بني آدم تقريبا، يمكن تقريبا 40% منهم أطفال. لا يوجد طبيب جراحة صدر في شمال قطاع غزة، لا يوجد طبيب جراحة تجميل في شمال قطاع غزة. في ظل حديث مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة عن تسجيل أكثر من 200 حالة لأطفال يشهدون سوء التغذية اليوم في الشمال، اليوم أنت في مدينة غزة، ماذا عن أطفال غزة؟ من مشاهداتي للأطفال اللي كنت بالتعامل معهم سواء بالعمليات أو بالإصابات من يوم وصولي، نحكي عن تقريبا 4 إلى 5 أطفال كان التعامل معهم، هم عبارة عن هياكل عظمية، هناك سوء تغذية واضح جدا، لا يوجد أي جهاز عضلي واضح، يعني عضلاتهم مش مبينة، عبارة عن هياكل عظمية تمشي على الأرض، واضح جدا سوء التغذية عليهم، الشحوب في وجوههم واضح جدا، أيضا الجروح غير ملتحمة وملتئمة لفترات طويلة جدا، هذا دليل جدا برضه مرة أخرى على نقص التغذية. ماذا ينقص القطاع الصحي اليوم في غزة من خلال مشاهدتك على الأرض؟ تقريبا كل شيء، ينقص المعدات الطبية، ينقص المستلزمات الطبية، ينقص أدوية، ينقص ممرضين، ينقص أطباء من كافة التخصصات سواء التخصص الجراحية أو غير جراحية. هناك يعني وضع كارثي جدا بكل ما تعنيه الكلمة معنا. هذه هي الزيارة الثانية لك لغزة، ما رسالتك؟ نهاية رسالتك رسالة ثانية، هدفها رفع الظلم عن هذول الناس، رفع معنوياتهم، فك الحصار عنهم، مساعدتهم، تضييق جراحهم، أنت الآن موجود، وصار رسالة للعالم إنه هذول الناس مظلومين، وأنت كفرد، أنا بحكي عن نفسي، قمت باللي تقدر عليه لرفع الظلم عنهم.